طلابي أحبائي، أسعد الله أوقاتكم. ها نحن نذهب في جولة جديدة حول مهارات الأسبوع الثاني من شهر أيلول للصف الأول ومادة اللغة العربية. سنبدأ أسبوعنا يا أحبائي بمراجعة شاملة للقوانين الصفية وبعض الألعاب التي تم إعطاؤها خلال كسر الجمود ومراجعة والتأكيد على الوثيقة الصفية التي تستعرض القوانين الصفية التي أثبتنا عليها وقررناها خلال العام الدراسي. أيضاً سنراجع بعض المهارات النحوية والكتابية التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول. سنبدأ يا أحبائي بمراجعة شاملة لمهارة الاستماع من خلال الاستماع إلى درس أسرتي وفتح باب النقاش حول الأسرة والعائلة والمجتمع. أيضا سنعرض بعض الصور التي تعبر عن محور البحث وهو كيف ننظم أنفسنا. أيضا سنقوم بطرح بعض الأسئلة التي تتحدث عن الأسرة والأفراد والمجتمع. سنكمل الأسبوع الثاني بداية بإكمال مهارة القراءة، وهي أولا بدأنا بالقراءة القدوة ومن ثم القراءة التفسيرية. القراءة التفسيرية والتي تستعرض المفردات الجديدة والتعرف على معناها والتعرف على اضدادها والتعرف على مرادفها ووضعها في جمل مفيدة بلغتك انت أيها المتعلم، ستقوم بالتعبير عنها بلغتك الخاصة واستخدام المفردات الجديدة. أيضا سيكون لدينا مهارات كتابية ونحوية، نبدأ بها بداية بالألف الممدودة والألف المقصورة. سنقوم بالتدرب على لفظ كلمات تحتوي الألف الممدودة والألف المقصورة. أيضا سنقوم بكتابتها ونتدرب على طريقة كتابتها على السطر وكيف رسم الحرف بين الأسطر والكلمات التي تحتوي هذين الحرفين الألف الممدودة والألف المقصورة والتعرف على أصواتها من خلال بعض الكلمات. أيضا سيكون لدينا أوراق عمل لتثبيت هذه المهارة الكتابية للألف الممدودة والألف المقصورة. خلال هذا الأسبوع سيكون لدينا حصة اختبار تشخيصي. هذا الاختبار يقيس مستوى الطالب في من السنوات السابقة وتأكيد لما سوف تتعلمه خلال العام الدراسي بكامله من خلال الفصل الدراسي الأول ونهاية الفصل الدراسي الثاني. هذا الاختبار سيتم عرض بعض المهارات الكتابية ومن ثم الإجابة على هذه الأسئلة بالخلال هذه الورقة، ورقة العمل، وما سنتعلمه خلال الفصل الأول والفصل الثاني. يتم إعطاء هذا الاختبار في بداية الفصل الدراسي الأول وأيضا يتم إعطاؤه مرة ثانية خلال بداية الفصل الدراسي الثاني. أيضا لدينا مهارة التعبير، تم تثبيت هذه المهارة من خلال المحادثة، من خلال التعبير عن الصور. سنقوم برسم صورة نعبر بها عما تم إعطاؤه خلال هذه الفترة، أو كتابة كلمة أو جملة من كلمتين على دفتر التعبير. أيضا لدي يا أحبائي مهمة بحثية، هذه المهمة البحثية تتعلق بمحور البحث وما تم إعطاؤه خلال هذين الأسبوعين. أيضا لدينا حصص تدرب على الإملاء وهم عبارة عن كلمات تحتوي على الألف الممدودة والألف المقصورة. أيضا سنقوم بالتدرب على القراءة والكتابة الإملائية، القراءة من خلال تهجئة كلمات تحتوي على الألف الممدودة والألف المقصورة وكتابة كلمات تحتوي على هذين الحرفين. أيضا سنقوم بقراءة بالقراءة بالاستماع وقراءة القدوة ومن ثم قراءة الطلاب المجيدين ومن ثم باقي الطلاب.
الطلاب، وسيكون لدينا تقييم للقراءة خلال درس أسرتي وكلمات تحتوي الألف الممدودة والألف المقصورة. طلابي أحبائي، أشكر لكم حسن استماعكم، ألقاكم في الأسبوع القادم، دمتم سالمين وإلى اللقاء.